تمكنت مصالحنا بأن دائرة بريان ممثلة بالأمن الحضري الأول بحر هذا الأسبوع من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص مختصة في سرقة الدراجات النارية باستغلال ظرف الليل وإحداث تغيرات على هياكلها وإزالة أرقامها التسلسلية في الطراز. التحريات المعمقة مع تنفيذ عملية تفتيش بعد إذن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بريان توجت نتائجها باستلجاع 9 دراجات نارية، كمية معتبرة من قطاع بقايا المحركات، أجزاء هياكل قطع غيار للدراجات النارية المختلفة، بالإضافة إلى مفكات بلاغي معتبرة، آلة قطع حديد كهربائية. تم إنجاز ملف إجرائي قضائي بموجبه تم تقديم الفاعلين أمام النيابة.